يلا يا شباب، انا ركزوا معنا. السيبر مكتبة حلوة، ها بعضهم ايش يصيروا يثبتوها بانستول سيبر، لكن بالجنتر موجودة. السيبر بدل ما كنا نفعل مثلا لو نشتي نتفصل بالرسمة كثير، بالمات بوليت لب حيكون 3 سطور 4 سطور الكود، لكن بالسيبر يمكن نفعلها بسرعة. ايوه صدق، تدي المميزات الذي يعني نفعلها في المات بوليت لب 3 سطور 4 سطور. اوكي، فعايز توضح اكثر. هي سهله، مش هي كذا على المات بوليت لب معقده شويه، تسهل الامور. ثبتنا المكاتب سيبورن والمات بوليت لب، ليش احتاجها اذا انا اشتي اضيف نص، اشياء اضيف الليبل الواي ليبل من هؤلاء الاشياء، بعض الحين احتاجها ولا الخصائص حق الماي بلوت. وانا ثبت مكتبه البانداز لان انا اقرا داتا الحين حقيقيه، انا اقراها معانا داتا البينج وانز، مدري ايشوها قراو انتم البطاري بطاري. انا اعلمكم ذا الحين علم الحيوانات عشان تتخرجوا ما تلاقوش حاجه يعني صعبه طبيعي. ها ها، يعني اذا لقيتم حيوانات بعد طبيعي. ايه، كيف تربط شبكات حيوان الاسد مع الحيوان كذا من هؤلاء؟ رجعوا درسوا البينج وانز، هذه داتا بسيطه حلوه. حقها السبيسز، ما معنى السبيسز؟ نوعها، في انواع، في 3 انواع معانا، نوع اسمه ايدل ايدلي، ونوع اسمه مدري ايش، ونوع اسمه 3 انواع، انواع بطاريق، انواع بطاريق. وايضا ايسلاند، اين هو؟ في اي جزيره، في اي جزيره موجود. والكولومن لينث ام ام، هذه الكولومن ما ترجمتها بالانجليزي؟ لا، كانه عرفتم بطنه، جسمه، جسمه كم الثبت حقه وكم طوله، كم طوله. اما الفليبرز الجناح حقه. اوكي، ايوه الفليبر لينث داتا، داتا صغار هؤلاء. ها؟ اي؟ ما الطريق؟ الطريق هو ويمشي. ومع عيون ومع شوفوا، يعني عرفنا ايش هو اللينث، طول جسمه، والدبث يعني بطن الكرش كيف هو، يعني كبير ولا صغير. ادخل الكرش في الموضوع، ما ايش داري. الفليبر لينث طول ايش؟ كذا. وايش؟ كم وزنه بالجرام؟ كم وزنه بالجرام؟ طيب، وهل هو ذكر ولا انثى؟ امانا ما اعرف وش هي، عاد ما يفحصوا، ما يمداني. طيب، الهيستبوت الان على حسب انا ايش؟ استعمل الرسمات، فانا طوالي ما جيت تعليمي اعلمكم كيف نفس المات بوليت لب، لا طوالي احنا جينا لدا تحليلي. على صوب الان انا اشتري ارسم الهيستبلوت للفليبرلين، يعني اشتري ابصر اطوالهم، اي اكثر اطوال اللي يده خيرات. طيب، على سبب انا استخدم الهيستبلوت، اكتب السنس الذي هو الالياس، سنس احنا سميناه يعني السيبر، سنس دوت هيستبلوت طوال. اوكي، الهيستبلوت بتدي لها بارامتر. شوفوا، احنا كنا بالمات بلوت لب ايش؟ تحدد له داتا دوت فليبر، داتا دوت لا، اما هنا انت بتحدد له ايش من داتا؟ تدي له، تحدد له اول شيء الداتا، اسم الداتا، ايوه قاعدة البيانات. بعدين تجي تقول له الاكس خليه واسم العمود. فاهم لكم كيف؟ فالان عارف على الفليبر لينث، يفعل له هيستبلوت. هيستبلوت قال احنا عارفين ايش يعني ايش؟ نلاحظ ايش؟ الذي هم معظم اطوالهم ما بين 190 و200 ايديهم، اكثر ناس، اكثر بطاريق ما بين 190 وايش؟ و200، ولا 180 و200.
اكثر ناس بطاريق اطوال ايديهم كذا، لكن في اطوال ايديهم صغار جدا باللاحظ، يعني طول يده 2 سنتي مدري انا، مدري ما ادري اسبوع هذا. ها مش مياه، من مياه اين مياه، اين مياه في الموضوع. انا 80 سنتي، اطول واحد قد يده 80 سنتي، يعني هذا هذا ايوه على حسب البيانات، حسب البيانات. لو في معانا الان طول 300 عادي، والطول ال 300 هذا مكرر 5 مرات 20 مره على الاقل يطلع عمود هذا شويه، لانك لو هو واحد ما يبان. طيب هذا بنلاحظ انه في ناس اطوالهم ايش؟ في بطاريق اطوالهم 2 سنتي 3 سنتي 4 سنتي، وفي بطاريق ولو عددهم قليل منهم 20 بطريق ايش؟ اطوال ايديهم كبيره جدا 230 مترين، مترين هذا يدي طويله قوي. طيب يعني شوفوا من الرسمه هذه استنتجنا معلومات خفيفه، في معانا بطاريق ايديهم قصار، معانا بطاريق اطوالهم كبار، معظم البطاريق اطوال ايديهم من 180. يعني بنلاحظ من الرسمه تقدر تحلل بيانات اكثر، اكثر من الباندكس. بعض الاحيان الرسمه توضح البيانات اكثر، بعض الاحيان على اساس تحلل البيانات قدرت ترسمها، ترسمها على اساس توضح لك. طيب الان في خاصيه بالمات بلوتليب اسمها فيجر، على اساس بتحكم بالفيج سايز حجم الرسمه. خلونا نشغل الرن، رن رن رن. طيب هذه حجم الرسمه كانك الطول والعرض، العرض 10 وهذا 5، يعني لو 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 زيدت هذا 20 وفعلت رن، شوف طول العرض، طول العرض هذا تشتيها 10، يعني على اساس تتوضح اكثر. بعض الاحيان هؤلاء التفاصيل مش ظاهره، انت تضطر انك تعرض الرسمه على اساس تبين التفاصيل اكثر، وهو كله على ما تشتي انت. في دا في دالة اسمها فيجر، تدخل حاجة اسمها فيك سايز، فيك سايز احنا احتجنا المات بلوتليب، فاهم لك؟ بعض الاحيان بتحتاج المات بلوتليب، لكن على اساس بترسم خصائص كبيره بالايش؟ بالسيبر. طيب الان ركزوا معي، قال لك لا انا مشي شايف ذا رسمه، لا انا شايف توضح لي منو منوعه، لانه انواع معاهم، نوع اسمه ايدلز، نوع اسمه تشامبيون، ونوع اسمه جينتو، نوع على البطريق. انا اشتي لا تبين لي انا انواع بنفس الوقت، يعني كنا بالمات بلوتليب صعبه هذا. بالسيبر طوالي حاجه اسمها هيو، الهيو هذه يعني تقسم لك الرسمه الى الوان على حسب التصنيفات، لكن انت تحدد لا ايش تشتي تصنف السبيسز الانواع، يعني عايز لك كم انواع، لو معي 4 انواع عايز لك 4 الوان، 5 انواع 6 الوان، نوعين لونين وهكذا، يعني كانه بيقول لك على حسب ايش اقسم لك الداتا. حاجه اسمها الهيو، وحاجه اسمها المالتيبل، هذه هتفهمها اكثر، نوع الرسمه، نوع الرسمة في مالتيبل، في دروب، في تختلف مواصفات الرسم، الستايل حقها، الستايل ما يهمكم شيء، ترجعوا تفهموا اكثر. الان ركزوا هنا، ايش فعل لكم؟ نفس الفليبر لينث، نفس هذه الرسمة، لكن ايش قلت له؟ هيو سبيسز، يعني بين لي الوان لكل ايش؟ سبيس. نلاحظ ايش؟ الذي اطوالهم اطوال ايديهم صغار، ما بالله هم من نوع ادليز، صح؟ ما بش من نوع جنتو ولا من نوع هذا، هي دي قصار. ابوه وامه وجده اطوال، يعني حيطلع الولد يتفق. وكلهم الذي ايديهم طوال، الذي هم ايش؟ من نوع ايش؟ جنتو. يعني الذي ايديهم طوال 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 زياده يصير جنتو، يعني انا اشتهي بطريق يدي طويله تلطم سواء سير الجزيره. طيب بس لك النوع هذا، يعني ربي ربي احتياطا. اما يعني بتلاحظوا ايش؟ نوعا بنلاحظ انه ايش؟ اكثر البطاريق الذي هو اللون الازرق اكثر نوع من انواع البطاريق، صح؟ طافيه للون وهكذا.
يعني تقدر تستخرج من الرسمة رسمة. وتلاحظوا ظهور الليبلز من دون ما أقول له ليبلز، من دون ما أقول له ليجند، من دون ما عرض الرسمة طوالي. فلهذا السيبورغ أنا بنفضلها بالنسبة لي أفضل. طيب قد جربت طيب أي سؤال هنا الآن؟ تلاحظوا هذه المالتيبل، المالتيبل حاجة ما عرفتمها شيء، مسحها مسحها وجرب افعل ايش رن. شوفوا بتلاحظوا كيف ظهرهن. الذي هنا الالوان فوق بعض خلان رمادي، الان ما تعرف انه هذا لون ازرق ولا لون برتقالي لان فوق بعض. لكن المالتيبل هذه كاني ايش بجي تقول لك ظهر لي الالوان علامه، يعني كانه نوع من انواع الرسوم. فهم فهم نوع من انواع الرسوم. اوكي، حال اسمها نوع اسمه كيد بلوك. طبعا بالسيبر نوع رسمات كثيرة جدا، لو تدخل موقع السيبر هتلاقي رسمات البار، رسمات السكتر، رسمات الكيد بلوت، رسمات الهيستوغرام، عدة رسمات يدي لك اكزامبل عليها. في حاجة اسمها الكيد بلوت، كيد بلوت هكذا ترسم لك ايش؟ يعني بين النقاط تفعل منها، يعني نقطة هنا نقطة هنا نقطة هنا، مش مربعات نفس الهيستوغرام. بالضبط، هذه طوالي نفسها الكيد بلوت، هي نفس الهيستوغرام لكن نوع من انواع الرسم، يعني تدي لك العدد الدنسيتي. شوف الان بنلاحظ، شوف هل انا قلت له اكتب لي هنا في ليبر لينث تمام؟ لا، هو بيكتبها من نفسه، هو الحالي في السيبر هذا الخبر. ايضا هنا بيحسب الدنسيتي، شوفوا هنا كاونت عدد، هنا كانه الدنسيتي كثافه، أين الكثافة موجودة يحددها لك. شوفوا فعلت هكذا بس غيرت حاجة اسمها ايش؟ المالتيبل. وايش قلت له؟ هيو هيو، ايوه في المالتيبل لها قيم ثانية انا اعرفها. الهيو قلنا لها السبيسز الانواع، شوفوا تلاحظوا ظهر لي ايش؟ الانواع، انا ازرق، انا برتقالي، انا ايش؟ لو نبعد هذه اسمها ونفعل رن، راح تشوفوا ما عباهاش، ما عباهاش هذه، كأني بتعبي لك الالوان. يعني في خصائص هكذا تتظهر الرسمه اوضح. في نوع اسمه ديسبلوت، الديسبلوت، الديسبلوت هذه نفس الهيستوغرام، لكن الحالي بالديسبلوت انك تدي لها النوع، هل نوعه كيد بلوت ولا نوعه هيست بلوت عادي بار، هذا نوعه بار ولا كيد بلوت. انا تدي له يعني تقول له انا اشتي الفريكونسي العدد، لكن اشتي بطريقه رسمك رسمك، هو ما بيش اي صعوبه بالدستبلوت. ايوه، وانت ظهر لها النوع هانا، انا اعرف تحت كيف. الدستبلوت نوع من انواع الرسم، اديته لها الداتا، اديته لها ايش هو الاكس حقي، اكس يساوي واي يساوي هكذا، تقول هكذا. الهيو اما السبيسز ولا السكس فيميل ويميل ولا ايش ما اشتيتم انا. والمالتيبل قد انتم دارين انه نوع الرسمه، رسمها لك نفس الرسمه هذه بس نفسها، لكن انا يزعم انا ما تحكمتوش بالسايز بس. انا ايش؟ شوفوا غيرت والمالتيبل ددوك. لو الان انتم تدخلوا للموقع حق السيبر تدخلوا له المالتيبل، عيدي لك ايش انواعه، عيدي لك ايش انواعه، ستايل هذا الستايل هذا الستايل هذا الستايل هذا، بعد تفهم حتى اصلا انه يظهر لك يمكن يساوي، هل بيظهر لك تاب ما بيظهرش، يعني اشتي تعرف تعرف ايش. شوف هو اديتك ايش الفرق، بس انه ايش ضعفهن، ركز انا انه ضعفهن وحط كل واحد جنب الثاني. عرفتم الحركه الذي قلنا فعلناها في هذا وتحكم هنا، بس انك تقول لا ايش
تدرك طوالي ايش؟ يظهر لك كل واحد بجنبه. لاحظ انه كل النوع الاخضر ولا ايديهم قصار، كلهم ايش؟ ايديهم طويله. وهذا اما بالوسط يعني ما بين البرتقالي ولا ايش؟ هذه الرسمه توضح اكثر من هذا، وهو على نوع من حاجه اسمها المالتيبل هذا. اذا انا اشتي نوع الرسمه مش بار هكذا، اخترت ديسبلوت لكن بالاخير اقول له الكايند تي دي، الكايند بار، عندي لك بار الكايند تي دي، وهكذا. يعني فيها حراثه في الاختيارات والكلام. طيب اي سؤال للامانه؟ طبيعي معاهم سعال سعود. معاهم عصاعد. اي سؤال؟ اكتبت وايه؟ شوفوا ركزوا، انا على حسب تفهموا المالتيبل. ها انا ما فعلتوش المالتيبل، انا فعلته المالتيبل وديته له نوع اسمه ستاب. شوفوا كيف لونها، انا مش ملونه. فهذه المالتيبل كاني ستايل الرسمه، ستايل الرسمه عاد تجيدوا تتعلموا اكثر لما تطبقوا امثله خيره. اما الهيو فدو معلوم، وهذا بتحدد لها الاكس، قد تحدد لها الاكس الدبث، قد تحدد لها الاكس الوزن. ايش مشتي تحدد الدبث مشتي. الان ركزوا، هنا هذه الذي بيفضل السيبورن كثير جدا. الان ما بيفعلش فقط هيو، هيو يعني بيلون لك، عاد يزيد يقسم لك. انت بتقول له تقسيم على حسب ايش؟ سام قال لك قسم لي على حسب الايزلاند، الايلاند. شوف انا بالانجليزي طسيس، انتم صححوني. ان تكون المترجم، ايوه ان تكون المترجم، نفس حق العجمه، العجمه. ها فهمهم. لا لا على العجمان بس، الاشاره تفهم المشاهدين. ها شوفوا على سب انا افعل هيو، الهيو معروفه اني تقسم لك على حسب الالوان. عاد فيه داله اسمها كل، يعني كل رسمه بعمود، كل رسمه بعمود على حسب من؟ الايزلند. يعني عاد هذه بجزيره، شوفوا بجزيره تورغن، هذه بجزيره مدري ايش، هذه بجزيره مدري ايش. لاحظ الان ايش استنتجتم من الرسمه هذه؟ وضروري انه يكون معاكم تحليلات تحتوي على انواع الطوال والازرق. يعني لو انا اشتي الان من النوع البرتقالي قبل ازرق جزيره ثانيه، اوكي. فانا لو انا مصور اشتي اصور البطاري واشي احلل البيانات اعرف اين اسير، وش اسير اخسر واسير للجزيره هذه ما القيش النوع. فالان انا من الرسمه هذه تقدر تستنتج بيانات خيرية جدا. الآن استنتجت أنه النوع البرتقالي ما موجود إلا هنا جزيرة الثانية. أيضا الجزيرة الأولى إيش؟ ما معها إلا نوع واحد. هؤلاء ليش؟ العنصريين. أي واحد يقتلوه، ما يشتي إلا حقي. ها؟ حقه وحق أخوه وحق جده. طيب ها؟ هذا الذي دمرت اليمن العنصرية. هؤلاء البطارق بيقلدوه. النوع الثاني، النوع الثاني بنلاحظ انه ايش؟ على سب تسير للاخضر بتشي ايديهم طوال، ما تسير الا للاي للثاني. ثانيا بنلاحظ انه ايش؟ ايش عاد باقي تلاحظوا؟ ايوه بالجزيرة الثانية، يعني لو انت تشتي بطاريخ خيرات انت تسير للجزيرة، الجزيرة الأولى ما في داعي. حتى الآن شوفوا ها لو غيرنا هنا ها المات بلوت ليب مات بلوت ليب المالتيبل ستاك صح. نجرب نبصر إني تتغير الرسمة أو لا. لو نجي نفعل رن لاحظ الآن شوفوا ظهرت، لانه كان من اول هاني رمادي،
رمادي يعني كأنه مختلط بين البرتقالي والأزرق. فاللي هو ايش؟ اتوضحت بالايش؟ لما اضفتهما المالتيبل. فهو يعني انت وحيرتك، وحيرتك تقدر تظهر البيانات. ها؟ يعني الحيرفة مش الحراف. ايوه تقدم هذا. طيب الآن نجي للنوع ايش؟ الاسكتر. ها ركزوا انا، الاسكتر بلوت، الاسكتر الذي هو النقاط، صح؟ الآن شاجي اقول سنس دوت اي سكتر بلوت، بين ادي لها الداتا، الآن ضروري بالاسكتر ادي لها القيم اكس وقيم واي، مش نفس الهيست بلوت ولا لا. بين ادي لها قيم الاكس الفليبر لينث، وقيم الواي ايش؟ طول جسمه مع من؟ طول ايديه، النسبة ما بينهم. وقلنا الهيو ايش؟ النوع. هو عيدي لك النوع ايش؟ الوان محددة. ايش بنلاحظ من الرسمة هذه؟ لانه انا اشتيكم بالمشروع لما تفعلوا لي المشروع. مش ترسموا لي هكذا بس. ها؟ فهمت؟ ديلي انا بين الاحظ يا دكتور من الرسمة هذه انه كذا كذا كذا. انه كذا كذا كذا. انه كذا كذا. يعني بتدي انت ملاحظات. ايش هو هذه؟ ايش بتلاحظوا؟ ها؟ ايوه. لا نلاحظ الان انه اول شيء العلاقه الطبيعيه، يعني كل ما زاد طول ايديه كل ما زاد طول جسمه. صح؟ في علاقه طردي، علاقة طردية. ها؟ ومثل ما قلنا الذي أطوالهم كبار وأوزانه يعني طول يده وطول جسمه كبير أيشو؟ الأخضر. لكن الأزرق أيش بنلاحظ؟ إنهم كلهم صغار، أطوال أجسامهم صغار وكذا. البرتقالي بين ذاك وذاك، بين ذاك وذاك. بنلاحظ في هنا أيش؟ مثل ما قلتم برتقالي منحرف، ها؟ خرج عن القطيع. خرج عن القطيع والأخضر هذا. هذا البرتغالي يعني طول جسمه كبير جدا مقارنة بيدي. نعم هو طويل ويدي مخول مخول. مخول. الآن هو يعني حلل البيانات لا لا خارج. هو يدل انه محلل البيانات غير. طيب الآن ركزوا هنا معي على سبب أنا أفصل أكثر. إيش فعلتوا بالرسمة هذه؟ اشرحوا لي الكود هذا. أيوة. الآن في إكس و نفس الخبر صح؟ وفي إيش؟ ريل بلوت. الريل بلوت هي نفسها السكيتر بلوت نفسها. وبين أجي أقول لها الهيو السبيسز يعني فعل لي ألوان على حسب نوعه. وايش قلنا هنا؟ قسم لي على حسب ايش؟ جنسه. ولاحظوا فعل لي ثلاث اقسام، هو المفروض قسمين. في ميل ومين، لكن واحد ما اعرفه. عاد ما يفعلون لي تلفزيون يعرفه. طيب ما ادري. هيا ما بيش معي بيانات ما عبولي. مش يعني لا ذكر ولا انثى، لا يعني ما اعرفه شيء. ها؟ طيب ها ركز انا ركز انا ها شوف هو الان تبينت الرسمه ايش اكثر انه بنلاحظ انه تقسيم الاناث والذكور متساوي تقريبا متساوي بين الكذا ايضا بنلاحظ انه ما فيش اي صعوبه انه اطول اليدات أطول يدات وكذا للميل للذكور وأطول لكن هؤلاء عادهم صغار نوعا ما وأصغر بطاريق هنا الأيش النسوة النسوة نجي من كذا ها يلبسن كعب ها بتقدر ايش تلاحظ من الرسمات هذه انواع كثيره جدا بنلاحظ ايش حتى ايش هذا الشاب حقهم طلع ايش؟ ب
بنت بنت صممت من هربت. قامت هربت يعني من القطيع، ما بتساوي، وقعد اكتئبت اكتئبت، اكتئب ها، وقد بتتعلم حالات اكتئاب. ها ماشي ماشي، من هذا النوع. ها ركزوا هنا معي، الآن في حاجة اسمها بالريل بلوت، إنك تتحكم بالستايل. وين الدليل؟ قال لك ها إيش فيك؟ مترجم إيش فيك؟ إيش اصطبحت؟ حط أنا لا خبي بجيبك، خبي بجيبك، بجيبك بجيبك، قصد إنه بطريق مع ها انا معك جيبان. يلا ها ركز، انا الريل بلوت اديته لها الداتا، اديته لها الاكس، اديته لها الواي، واديته لها الفيو. عاد في حاجه اسمها الستايل، الستايل هذا كيف نقول لكم؟ على حسب السبيس. الستايل انه على حسب السبيس، على حسب نوعه ادي لي عده ستايل، يعني الذي نوعه كذا فعلى دائرة، الذي نوعه كذا فعلى نجمة، الذي نوعه كذا فعلى، مش ألوان فقط، الألوان هيو، لكن أنا شتي أتحكم بصفاته بالستايل حقه، بين أفعل ستايل، وبين أقول الستايل على حسب إيش؟ فأنا وحدت ولا وحدت الستايل والهيو، وتلاحظوا إيش؟ الأديل لونها أزرق ودائرة، صح؟ لو أكبر لونها أزرق ودائرة، لكن هذا نوعه برتقالي وإيش؟ ونجمة، وهذا مربع، فهم؟ لكن لو أجي أغير هذا نوع وهذا نوع، عارف على الستايل نوع وال، نفس هذا، هذا أنا فعلت الهيو السبيسز، لكن السايز، السايز شوفوا عاد فيه مش الستايل، الستايل ما معناها النجمات، نجم الشكل نفسه، لكن السايز كبير ولا صغير؟ كبير ولا صغير؟ لاحظوا الكبير هو ميل، الصغير هو في ميل. أما الألوان، الألوان بالهيو، كل نوع لو تعملون كيف يعني، الآن تقدر بالرسمة حقك توضح أكثر بأشكال برسومات على حسب السايز ولا على حسب من الستايل، تغير شكله ولا حجمه. شوفوا أنا ركزوا، حاجة اسمها جوين بلوت، جوين بلوت نوع من أنواع الرسمات الذي ما بش له فائدة، لكن نوع من أنواع الرسم، نوع من أنواع الرسم. ما قريت. طيب صح. إلا أنت. يا كذا أنا. ركز أنا. صح بيننا يا عزيز. شوف. الجوني بلوت انه ترسم لك اكثر من رسمه في رسمه واحده باختصار، يعني رسمت لك الكيدو بلوت مع من؟ مع الاسكتر، بس بهذا الشكل فعلنا الهيو. شوف هنا غيرنا بدل الهيو قلنا له كايند، الكايند هيست، يعني فعلا ايش كلهم هيستوغرام، بما عاد تحتاجوا شيء هذا كثير. هل خرجت؟ ايوه، يعني انت تقدر تدمج رسمتين، هذه عادي معقوله، رسمت هذه ورسمت هذه تحتها خبيص، لكن انا شيء اوضح لكم انه عاد في كاين مركزه زياده. انا فاهم. الان ركزوا، انا في نوع من انواع الرسمات البير بلوت، البير بلوت، البير بلوت هذا يرسم لك كل عمود مع الأعمدة الباقية، يعني العلاقة بين العمود ونفسه، العلاقة بين العمود والعمود الثاني، العلاقة بين العمود والعمود الثالث، العلاقة بين العمود، بدل ما ارسم أكثر من رسمة وأتعب نفسي، استخدم حاجة اسمها إيه؟ البير بلوت، وبس فقط أدي لها الداتا فقط، ما بين أبين لي شيء شو الإكس وشو الواي، هو يبز العمود الأول ويرسم على العمدة كاملة، العمود الثاني يرسم على العمدة الثالث، فقط أنا بنتحكم بالفيو، بالستايل، بالسايز، بالكذا اقدر انا اتحكم.
القاعدة البيانات. كان العمدة مال الفتحة ايوه مع عمود واحد. حتقدر الان تطلع، الان رسم لك كل الاعمده. الشيء بسر العمود هذا على قدم على العمود كامل. خلاص. فهم لك. فهم لك كيف بدل ما عاد فيه، يمكن عاد فيه شيء معين انك بالنسبه لهذه الكورليشن اسمه. نرجع ناخذه. ايوه فاهم ايش الكورليشن؟ انتم اخذتم صح في الاتصال الشبكه صح؟ الكورليشن. الكورليشن اخذتم او مع في الفلتر فلاتر هذا بياخذوها صح، بياخذوها في الاتصالات. في الاتصالات انتم الشبكات ما بتاخذوها، لان الموجه بتجي بيصير فعلها كونفليشن يضغطها، والكونفليشن هذا بيدخلوها وسط سيريس لابلاس فوريوم تحليلات المتسلسلات هؤلاء السلاسل. شوفوا ركزوا، انا هنلاحظها بين لاحظ انا من الرسمات انه في علاقه طرديه كبيره بين الفليبر لينز والايش والبادي ماس. شوفوا بتلاحظوا العلاقه ثاني، العلاقه ثاني طرديه، يعني كل ما زاد طول ايديه كل ما زاد وزن. لكن هنا في ربشه، هنا في ربشه، هنا في ربشه. انا اقدر الان ابصر اي عمود في مع علاقه اكثر مع العمود هذا. هذا الرسم. طيب ليش هذه الرسمات اختلفت؟ لانه بين نفسه، بين هو نفسه، هو نفسه قام رسم كده بلوت، اما بينه والاخرين رسم سكتا بلوت. واحد بيتصل لي من 9+1، ما هو زائد واحد، هذا منين؟ الكنز تحت بيتنا. الو الو ايوه 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 اهلا وسهلا. you are present my lecture for what? Yes. IBM certificate. ايوه. Yes. Yes, I am interested. About data structure. About data structure. Can you speak with me with WhatsApp or Facebook? Yes, the same number. Yes, can speak. يعني براحتنا. Yes. Okay. كان يعني أنت تتكلم عربي؟ لا
تكلم عربي هذا من شركة اي بي ام. اصلا انا قبل فترة جلست ابعثس بالموقع حقهم وهم تواصلوا معي قالوا ايش اشتي من برودكت ما رسلوا لي عروض الاسعار وكذا. انا افكر طلع مصري والله طلع مصري بيحاكيني قال من شركة اي بي ام قلنا اتوظف هنا هذا قال ولا برودكت بس ايوه انه قال لي بس حضرتك حضرتك انا اتكلم عربي قال هكذا حلو انه مصري والله في اي بي ام يتوسط لنا والله انا قاعد اتواصل معه قاعد اتواصل معه واتساب قاعد اتواصل معه واتساب لان انا اخر فتره كنت بين ابحث على منتجات حقهم بالذكاء الاصطناعي معاهم منتجات حلوه جالس بين هذا وكل مره ايش اضغط اشياء الداتا شيت حق المنتج هذا مثلا قول لي سجل حسابك ورقمك وانا اتواصل معك انا اتواصل معك وكنت بين احدد التواصل موبايل مش ايميل اتصلوا انا مره ثانيه شوف على الايميل ها اي قالوا انت بتبحث على السولوشن حقنا والمدري ايش فقلت لو ترسل لي وقت طاع كمل الرسيل عليه ها انا ارجع اتواصل معه انا واتساب او دني يلا واحد اتواصل معنا من الخارج الاخر كيف الامور كيف زين انتم فضحتمنا ضحكتم قالوا هذا رهبه قد قلت له هذا طلابي هم اصلا يمزحوا ولا تزعل طيب سلمت عليها انا اصلا فاجئني قال اي بي ام فانا ابتلت في عيط والضرع قاعد صارت ضعيفه ونو انترفيست انترفيست الان نشوف الكاتبلوت هذا نوع من انواع الرسم الكاتبلوت هذا يبين لك يقسم لك كل فئه على حسب ايش الذي انت تشتي يعني الكاتبلوت انت قلت له على حسب السكس على حسب فيميل ولا مي طيب وايش تشتي انت العلاقه دي؟ البدي فهو قام قسم لك الاكس اقسام لاني كاتبلوت وايش بيحسب لك ايش؟ البدي ماس بنلاحظ ايش؟ انا فعلت له الداتا بينجوانز الداتا اما هانا ولا بالبدايه ولا مشتري بارامتر تلونه ايش بنلاحظ من الرسمه هذه؟ انه ايوه انه الفيميل الفيميل اوزانهم قليله جدا لكن الذكور ما فيش واحد وزنه صغير كلهم بياكلوا خيرات الكرش طيب هذول بيفعلن ريجي مال بطاري ايشتين لوينها بيفعلن ريجي وفي ايش؟ واحد هكذا شاد انا قد تلاحظوا ايش؟ وزنه دب ودب قوي جدا طيب ايضا الان بنفس الوقت عرفنا ايش هو الكاتبلوت، الكاتبلوت هي نفسها الكولوم ما معنى الكولوم؟ انه ارسم لي السكس ونفس هذه الرسمه في كل واحد جدول لكن هذه بنسميه في جدول واحد في رسمه واحده فالكاتبلوت هذه تساعد
الان الكاتابولت جيت وقلت له ايش؟ هيو 6. ما معنى هيو 6؟ يعني زيد لون لي بالفيمي، وقلت لها الاكس السبيسيز نوعه والواي وزنه والهيو ايش؟ السكس. بنلاحظوا ايش؟ انواعهن اتقسمين. بنلاحظ ايش؟ هنا البرتقالي الازرق ايش؟ ميل، والبرتقالي في. بنلاحظ نفس الحركه انه ايش الذي اوزانهم قليل ايش؟ من الاناث، من الاناث، وايضا الذي هم من نوع ايش؟ اديل. اما من النوع هذا ولا واحد واثنين. حتى البنات ولا يبقى عندي ديم ولا حاجه انا في النوع هذا. هاورين هاورين، هؤلاء كلهم هاورين، وزد حجمهم يعني قد يكون فاعل رياضي رشاقه، لكن حجمه كبير، وزنه كبير، وزنه كبير. لا لا اخوه، لا اخوه، لا مزلفين. طيب يعني الان انا اقدر اخرج من الرسمه هذه اي معلومات زياده جدا. شوفوا كل ما فعلنا من نوع من الرسمه وضحت لنا بيانات اكثر. فانت اختيارك لنوع الرسمه هيوضح لك هذه المعلومه التي انت تشتيها. فانت لو انا تشتي اوزانهم وتختار رسمه الباربولود مثلا ولا ما هيوضح لك بالضبط، لكن هذه يمكن توضح لك اكثر. عاد في حاجه اسمها البوكسوبلوت. البوكسوبلوت هذا مهم جدا، يحتاجوه بالذكاء الاصطناعي على اساس انا اعرف القيم الشاذه اللي هن خارج الموضوع، وايضا المتوسط. يعني الان في الايديال قلت له سنس كاتبلوت. كاتبلوت ما معناها؟ ارسم لي كل نوع، لان انا اديت له الاكس سبيسز، ارسم لي كل نوع في اكسس. طيب وقلت له النوع الرسم مش سكتر، الديفولت هو سكتر، اشتي نوع الرسمه ايش؟ بوكس، بوكس بلوت. طيب فهو رسم لي بوكس بلوت، هذه اي شيء تدي لي متوسط. الان بنلاحظ متوسط احجام النوع هذا ما بين 400 305. هذا متوسط احجامهم ما بين اي 400 وغيره، وفي نقاط شاذه بهذا. اي هذه النقطه لا تصير دحين تفصلها، تصير للعمود هذا الذي من نوع هذه، وتبصر الداتا الذي هم شاذات تمسحها، ما تحتاج لان معي اثرين عليك في الموضوع. يعني عتصير تبزل تفعل فلتر للنوع هذا. طيب وتصير ترسم الواحد هتعرف الذي من فوق مثلا وزن كذا شاذ هذا الغي، فانت تدي امر الذي هم اكبر من وزن كذا دروبت. نعملكم كيف؟ نزيد نتعلم اكثر لما نفعل موديل ذكاء اصطناعي. الان بنفس الوقت اشياء زي تفعل فيو. ما معنى هيو؟ يعني ايش؟ السكس. هو هذا فعل ايش؟ متوسط الذكور ما بين كذا وكذا، اما متوسط الاناث ما بين كذا وكذا. يعني قام اول شيء قسم لي كتبلوت، وايش زاد قسم كل كتبلوت ايش؟ هيو. يعني انت عادك تزيد تتعمق اكثر. عرفنا ايش معنى كايند، عرفنا ايش معنى هيو ومن وايله. خلاص كملنا قد اخر رسمه. الان انا اقدر افعل كاتبلوت واخلي النوع حقي ايش؟ بار. واقدر اخلي النوع حقي ايش؟ بوكس. اقدر اخلي النوع حقي سكتر. هذا بالبار مثلا وضح لك اكثر. بهذا الشكل. هذه النقاط الشاذة صح؟ أين؟ لا. في أخطاء أعتقد يمكن في نقاط شاذة. لا أعتقد. فتلاحظوا يا شباب أنا الآن ليش نوعت لكم الرسمات وعلى داتا حقيقية؟ على أساس بس تفهموا الساينتكس، بس تفهموا يعني مش وحفظ. شوف أنت هتصير تدخل للسيبر، عجبتك هذه الرسمة تصير تطبقها على الداتا عندك، تصير تغير اسم العمود، تصير تغير الكذا، وارتسمت لك رسمة طبيعية جدا. الرسمات قد جاهزات بالسيبر للمكتبة. فالآن بهذا الشكل
تمنا تحليل بيانه، تمنا تحليل بيانه، يعني خلاص عرفنا كيف نقرأ الداتا، عرفنا كيف نرسمها ببساطة. الآن مطلوب منكم مشروع تحليل بيانات بسيط، يعني أنا ما ألزمكم أختار لكم داتا معينة، أي داتا هتصير تدخل موقع كاجل، تبصر أي داتا تبدأ تحللها من البداية، كم من عدد أسطر، كم من عدد نل، بعدين تبدأ أي ترسم لي نفس هكذا، نفس هكذا، لكن ها لا هترسم لي أكثر من نوع من رسمة على أساس توضح لي بيانات أكثر. يعني الآن أنا أتوضح لي عاد فين مع خيرات. أيوة وطبيعي يمكن حتى ما عاد تستخدم، يمكن حتى ما عاد تستخدم إلا الثلاثة الأنواع هذه بس. ها فخلوني أكمل، فهو إما تعرضوا لي باوربوينت وأنا أقول ما أشوف ضروري باوربوينت هان. طيب لكن هتكتب الشرح، هتكتب الشرح. يعني الآن أنا استنتجت من هذه الرسمة إنه الأوزان كذا كذا، إنه الفيميل أوزانهم قليلة لكن الذكور أوزانهم كذا. إيش الاستنتاج الذي أنا استنتجه؟ يمكن تشرحه أنا بشكل بسيط، أوكي؟ ولما تطلع تشرحه هتشرحه بالتفصيل، هيكون كل واحد باثنين، كل واحد هيطلع يشرح. طيب مبارك، طيب ها متى تشتم؟ متى تشتم؟ الثلث الذي عيجي ولا الثلث الذي بعده؟ طيب خلنا نكمل، ها خلوني بس ريع ريع ريع، اقطع التسجيل.